يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما قلت لكم كده قبل الفاصل، هو بالنسبه لي عشان بس ما تجيش تقول لي انا رايي مش كده، انا بالنسبه لي ده احرف لاعب جه في تاريخ الكره المصريه على الاطلاق، ومسافه بعيده عن كل الحريفه، وفي حريفه كتير في تاريخ الكره المصريه، بس هو الحريف اللي هو بيلعب كان فيه كمانجه كده في رجله، وفي مزيكا تتمزك وتتكيف وتنبسط. عشان كده دايما بسعد جدا وبفرح لما يكون معايا ضيف عزيز كريم، الكابتن الكبير كابتن عبد الستار صبري، كابتن منتخبنا الوطني الاسبق. كابتن عبد الستار مشرفونا حبيبي يا كريم، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك حبيبي. لا انا مبسوط جدا والله موجود معاك. انا حبيبي. انا اصل انت بالنسبه لي مرتبط معايا بمرحله الشباب اللي هو ايه؟ اللي هو اللعيب الحريف بقى، اللعيب اللي زي بتاع اوروبا. احنا كل اللعيبه، احنا مر علينا لعيبه ما شاء الله حريفه كتير، حازم ووليد مع حفظ الالقاب طبعا. حريفه كتير، بس انت يعني ايه، انت واضح ان انت نفسك كنت بتتمزج وانت بترقص اللعيبه دي. اللي هو ده كيف عندك؟ طبعا اللي هو انا هاخد الكره كده وابصيها وخلاص. انت من صغري ايه؟ انت من صغري كده. لازم تلبس واحد كوبري. لازم كوبري بقى يعني. وانا من صغري اصلا ان انا في الشارع بقى كنت بلعب مع اصحابي. كان زي الكره الشراب دي بقى يعني، بحبها جدا. كنت واحد بس ايه يعني اتمزج انا لما ارقص واحد ورا يعني ايه، ولازم اديله كوبري. حتى كمان يعني ايه، والترقيصه ما عجبتنيش، لا يعني لا لازم ترجع لي تاني، ارجع لي تاني ارقص. والله ما كيفتنيش دي. بس يعني بحس باستمتاع يعني. الترقيص هو يعني، ما الكوره دي عباره عن كره القدم دي. انت لازم تبقى انت كمشاهد وكبتلعب ان انت تستمتع. صح، انت تبقى مستمتع بيها. صح، انت بتلعب ليه؟ عشان ابقى مستمتع. انا مستمتع ان انا برقص. اعتقد عادي، حاجه جميله كده. ده مين اتضايق منك في مره؟ لا كتير جدا. لا قال لك بقى كفايه بقى عبد الستار بقى، انا مش رجعت مرمطني. لا كتير جدا. كان اصلا قبل ما انزل الماتش اللعيبه اصلا احنا بنسخن، هم بيجوا يسلموا بقى عليا وبتاع الحاجات. واحده واحده، خلي بالك بقى وايه، العب بشويش وخلي بالك. اللهم انتوا عارفيني يعني، غصب عني. يعني انا جاي عشان ايه؟ غصب عني والله. ارقص شويه كده وخلاص، وبعدين احنا نطلع بعد الماتش نسلم على بعض وبتاع الحاجات. هو انا مش عايز بس مضطر. يعني دي عاده فيا. لا وبعدين بص، انا كنت بعمل ايه برضو؟ يعني انا قبل الماتش بتخيل الترقيص، بتخيل الماتش، بتخيل ان انا ايه، في الحته دي الكره تجي لي كده، انا اعملها كده، ارقص كده، وبعمل ايه؟ بعمل الحاجات الصعبه شويه يعني. ان انا ايه، بعمل مش متوقع. عشان الناس ايه، انت لما انت كل الناس بتتفرج، انت مثلا انت بتباصي او بترقص واحد، يقول لك ايه دي باين ان هو، بص دي باين ان هو رقصها كده. لا انا ممكن اعمل حاجه ان انت ايه ده، طب طلع الناحيه الثانيه ازاي؟ حاجات ميسي دي. اللي هو انا عارفها، حاجات ميسي دي يعني. اللي هو لا متوقع، تقعد تروح فاتح بقك لو انت عملتها ازاي. بس يعني الترقيص ده متعه متعه. مين مدافع قبل كده يعني، مين بعينه يعني تعبك، اللي هو كان ايه داخل فيك جامد عشان ما تفكرش ترقص؟ لا بالعكس. انا بص يعني الماتشات زمان بتاعت الانديه اللي كنت بلعب في نادي المقاولين، كان اللعب منتومين. اللعب كل واحد نازل قبل الماتش كده، انت لعيب مميز، كريم مميز بقى ايه، المدير الفني بتاع الفرقه يقول لك ايه ده كريم لعيب مميز، يجيب واحد كده، يجيب واحد كده، واحد ايه شغلته اصلا ان هو يضرب، وشغلته بس ايه يمسك كريم. صح، طلع بره يطلع معاه، روح بدا اول شغل ده حد مالكش دعوه بالماتش. الكوره فين بقى، راحت فين؟ انت كان زمان كان ايه، كان نظام كده. انا بقى كان بيحصل معايا كده كتير جدا. كنا انزل الماتش الاقي بقى واحد ايه نازل عليا من تومين. بس انا ايه يعني الـ كل ما واحد، انا بعمل بقى نظام تحدي، كل ما حد يخبط فيا ويقعد يضرب فيا جامد وبتاع، بيديني قوة اكتر. صحيح، بيديني ان انا ايه لازم اعدي منه، مش هسيبه، لازم اعدي منه. ولازم ارقصه ترقيصه لازم الناس كلها ايه تضحك عليه. الترقيصه دي لما ياخد الترقيصه مميزه، ترقيصه جامده جدا، هو اللعيبه هتضحك عليه. الايه، اللعيبه زمايله ينكسب شعارات منك تاني. واكتر حاجه ان انت ايه تكسر اللاعب، ان انت فاهم ازاي، تدي له كوبري حلو او شكله كده جميل، بس تضحك. انت ايه، بص همت يبعد عنك بقى، يبعد عنك، يقول لك مش هيحصل في حاجه. عشان كده كنت معتمد على الكباري بشكل كبير. مين من صحابك عملت فيه الحركه ديت وقال لك انت عملت فيها كده؟ لا انا من لعيبه يعني جيلك لا لعيبه كان في زمان، احنا بنلعب ايام المنتخب الاولمبي، كان مستر كرول كان بيشوف اللعيبه المميزه الحريفه، بنعمل تحدي. يعني بيجيب احسن ايه، احسن مدافعين واحسن ايه لعيب الكوره مهارين بيرقصوا. يعني كان ساعتها في المنتخب الاولمبي كان معايا انا وحازم واحمد فاروق، احنا الثلاثه الحريفه يعني، ومحمد صبري. طبعا محمد صبري كان، احنا المنتخب، احنا ايه موجودين، احنا الاربعه. تدينا بقى مدافعين مين بقى؟ محمود العارف، معتمد الجمال، وليد زايد، كان سعيد هاني يونس بتاع جمهور الشبيل.
يعني الاربعه ضد ايه؟ ضد ايه الاربعه؟ واحد على واحد بقى يطلع على ايه؟ يعني على العذاب. تخيل بقى، يعني بص بقى تخيل احنا واحد على واحد واربعه حريفه قوي. بس رايحين بقى ايه؟ الحمد لله كسبت البطوله يعني، فاهم؟ كسبت طبعا. كسبت طبعا، انت اللي كسبت. يعني مين بقى، او بلاش مين، ليه دلوقتي ما بقاش فيه الحريفه اللي زي عبد الستار صبري، زي حازم امام، زي محمد صبري، زي وليد صلاح الدين؟ ليه ما فيش اللعيبه دي دلوقتي؟ العيب فين؟ العيب في الكره الشرابي انها ما بقتش موجوده؟ لا لا، العيب انا هكلمك بصراحه، العيب في المدرب، مدربين، المدربين اتغيروا. المدربين دلوقتي بقى ايه؟ بيعتمد الاعتماد كله على ايه؟ حته ايه؟ ضرب، اجري واضغط، اجري خش بقى جامد، اجري كتير، العب كره من لمسه واحده، ما تمسكش الكره كتير، بتاع الحاجات دي كلها. انا بتكلم في المدربين، اي يعني الكوره يقول لك الكوره اتغيرت، لا الكوره ما اتغيرتش. العصر بقى الكوره سريعه، ده لا، المدربين دلوقتي ما هي بتعتمد على ايه؟ حده القوه. حتى العالم كله، مش مصر بس، صح، العالم كله بقى يعتمد بقى على حده القوه والضرب وبتاع الحاجات دي كلها، صح، بشكل ايه؟ كبير قوي. ما تقوليش ان الكره وقفت على ايه؟ ما فيش غير ميسي، ما فيش، لا، في احسن من ميسي، في ناس هتطلع احسن، بس الاعتماد كله ان المدرب ايه؟ يدي الفرصه، عايز الكوره البدنيه، عايز بتاع الحاجات دي. مين اللعيب الحريف اللي موجود في مصر دلوقتي بيكيفك؟ شيكابالا. انا بحب شيكابالا. شيكابالا يعني لعيب كبير، وبحس ان هو يعني قريب مني شويه، قريب منك. وستايله زي شويه يعني، ولعيب مهاري طبعا يعني، ولعيب مميز، صح، بالذات في الفتره الاخيره. حسيت ان هو يعني نضج بقى، نضج اكتر واكتر بكتير، طبعا خبرات كثيره بكتير وبتاع الحاجات دي كلها. وبعدين بص، يعني اللعيب المميز بيفرق من لمسه، من لمسه واحده ممكن يعني تحس ان لعيب كبير، من لمسته للكوره، من طريقته وغيره. وانت بتتفرج على المباريات، شيكابالا او غير شيكابالا يعني، بتبقى بتتوقع الترقيصه او بتقول له اعملها كده او اعملها كده؟ بس انت واحد حريف بقى، عارف انت اللي هو ايه؟ عينه بتيجي تقول ما تعمل كده، ما تعمل كده. لا يعني يعني في اوقات كتير قوي انا بتفرج على الماتش، انت رقصه كده، ايوه، بتبقى عارف انت نفسك يعني تنزل تعملها انت. يعمل رقص يعني، انت باين، هو باين انت خلاص، هو جاي لك اصلا ايه؟ يعني رقصوا الناحيه الثانيه، صحيح، بلاقي بقى هو عاملها ايه. بس بلاحظ ايه؟ الحريف بيقعد يأنب نفسه في الكوره دي، زهق انا ما عملتهاش يعني. أيوة إيه طبعا، الحركه اللي سهلة. يعني وانا عملتها في التدريب بس وبتاع، يعني ورقصت بيها فلان وفلان وفلان. النهارده فيتوريا كان المؤتمر الصحفي بتاعه، راجل جه خلاص مصر اهو وموجود معانا في مصر، وكان حازم امام قال ان الجهاز فني بالكامل بالمصريين هيتم الاعلان عنه يوم 2 من الشهر. تمام، فينك بقى في القصه دي؟ انا نفسي طبعا اكون موجود يعني، ده امنيه حياتي. وروي فيتوريا يعني انا من المدربين العظماء طبعا في البرتغال في الفتره ان انا كنت في بنفيكا. انا كنت بلعب في بنفيكا، كنت يعني الحمد لله كنت حاجه هناك، كنت احسن لاعب هناك، في اخذت احسن لاعب في دوري البرتغال كلها طبعا، يعني ضد لعيبه مميزين، ببروسكي ومانيش ويعني كل اللعيبه دي كانت معايا، خدت يعني انا كنت احسن لاعب. كان سعيد روي فيتوريا ده كان ماسك الناشئين في تحت في بنفيكا، يعني كان هو مدرب ناجح، حتى كمان هو من لعب مع روي كوستا شويه، وبعد كده روي كوستا راح بقى فرنتينا ومشي. والاسماء العظيمه دي طبعا، بس يعني حتى كمان لما جه روي كوستا راح جابه ممسكه بنفيكا، بناء على هو ايه؟ شايفه مدرب كويس، كان ماسك في القطاع الناشئين بشكل كويس مميز، صح، بشكل كبير وبتاع الحاجات دي كلها. وهو ابن بنفيكا، كان هو من ضمن الماتشات لما كنا انا بلعب، وكنا هو كان طبعا ايه مع طبعا بكل كل القطاع كله بيطلع بقى يتفرج عليه، عليه على بنفيكا وتشجيع لبنفيكا وكله ايه. والحمد لله كنت مميز يعني، انا كنت يعني من اعز اصدقائه يعني، كنت على طول انا عارفه يعني الناس كلها كان على طول موجوده معايا بشكل كبير جدا. كل البرتغاليين، كل البرتغاليين اللي موجودين في مصر. حد كلمك من اتحاد الكوره؟ لا، ما حدش كلمني. انا اتمنى انا الحمد لله انا برضه اللغه انا بشكل كويس يعني، الحمد لله يعني البرتغالي كويس فيها. كنت اتمنى ان انا اكون يعني نفسي اكون موجود مع روي. ان اول حاجه ان انا قريب من البرتغاليين شويه. حته اللغه برضو الحمد لله كويس فيها، حته برضو ان هو لعب في بنفيكا طبعا، يعني ابن بنفيكا، وانا برضو وبرضو بره الاهلي والزمالك. يعني انا ببص لها برضو حته المدير الفني ده،
لما مثلا مدرب يجي مثلا مع جهاز فني اجنبي وبتاع الحاجات دي كلها، يبقى المدرب بره الاهلي، بره الاهلي والزمالك. اه المساعدين يبقوا بره الاهلي والزمالك. يعني احنا شفنا في مشاكل حصلت كتير قوي في الفتره بتاعت اسامه نبيه لما كان ماسك في الفتره دي حته الاهلي، كان حصل مشاكل مش عارف ليه عشان موضوع هو الزمالك والاهلي وكده. وطبعا انا يعني صراحه اسامه من المدربين اللي كويسين عندهم، يعني مفيش مشاكل، كان من ايه من الناحيه الثانيه، بس طبعا حصل شويه تربي شويه برضه نفس العمليه. اي واحد هيجي من الاهلي او الزمالك هيحصل ايه الاضراب ده، اشمعنى ده واشمعنى ده. طيب انت اكيد حازم امام كابتن الكبير حازم امام عشت عمرك يعني في الملعب، طبعا ما فكرتش تتكلم معاه؟ انا ما لا الصراحه يعني ما اتكلمتش معاه، بس يعني اتمنى ان هو يرشحني يعني من حازم نفسه. صاحبي يعني من نفسه حازم صاحبي وحبيبي وبتاع الحاجات. وبعدين يعني كنت يعني اكيد حازم لما راح هناك يعني اكيد يعني كلمه، او لما راح البرتغال كلمه يعني صبري كان في بفيك يعني ما اعرفش يعني اتمنى يعني ان شاء الله. هو بقى كمدرب رايك فيه ايه في الامور الفنيه في الامور الشخصيه؟ انت تعرفه على المستوى الشخصي واكيد تعرفه على المستوى المهني في مشواره يعني. لا مدرب كويس جدا. مدرب ليه فكر، بس هو ما مسكش منتخبات خالص. يعني اول منتخب يعني مسكه منتخب مصر، هو مسك بنفيكا، هو البدايه بتاعته الانطلاقه بتاعته من نادي بنفيكا، نجاحه مع بنفيكا بالظبط. بنفيكا هو اللي ابتدى ايه، ابتدى اديت له الصوره كويسه صح. جدا اللي ايه ان هو يروح السعوديه، نصر السعودي وبعد كده سبارتاك موسكو، يعني ابتدى ايه بس بنفيكا نادي كبير صح. زي مورينيو زي فاضل برضه مورينيو بورتش. لما مسك بنفيكا مورينيو بنفيكا وبعد كده بورتو مسك بورتو بقى انطلق انطلاقات بقى بتاع الحاجات دي كلها. لا هو مدرب كويس، وبناء ان هو مسكوه بنفيكا نادي كبير، نادي ليه شعبيه كبيره جدا، ان هو مدرب كويس، مدرب ليه فكر وهيعمل حاجه كويسه. تتوقع نجاحه مع منتخب مصر؟ طبعا. هيكمل الاربع سنين؟ ما اعرفش الصراحه يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله. احنا مشكلتنا احنا في يعني في هنا في المنتخبات بالذات بيبقى فيحصل مشكله، بيبقى في تغييرات كتير قوي بتاع الحاجات دي. اتمنى ان شاء الله في استمراريه في استقرار، ده الاهم عشان منتخب مصر وبتاع. يعني هو مدرب كويس هيبقى ليه فكر كويس، او وكل المدربين البرتغاليين لو تلاحظ ان ايه ليهم بقى دور اساسي دلوقتي في مع الانديه، سواء الانديه وسواء المنتخبات صحيح. يعني احنا نبص على كروش كان ليه دور كبير جدا صحيح. يعني اكيد في توريا برضو يبقى ايه مدرب كويس جدا، هيبقى عامل طريقه ولا فكره انه يبقى فيه اثنين مدربين في الاهلي والزمالك تحديدا برتغاليين، دي تفرق معاه في شغله؟ طبعا. انا بص يا كريم رقم واحد، انا بقول يا جماعه هو رقم واحد النادي ولا منتخب مصر؟ طبعا رقم واحد منتخب مصر. احنا كان زمان لما كنا بنلعب ايام بقى كابتن جوهري الله يرحمه وكابتن حسن شحاد ربنا يديله دور طول العمر، كان في يعني ايه المدير الفني الاساس بيسال القوام الاساسي لمنتخب مصر هو ايه؟ الاهلي والزمالك. صحيح. انا كمدير فني مفروض يبقى ايه الدور الاساسي اللي يعمله ايه روي دلوقتي مع الاهلي والزمالك، يجي ايه اقول لهم يا جماعه انا العب بطريقه 4-2-3-1 لازم تلعبوا انتوا 4-2-3-1 انتوا ساعدوني ساعدوني الاهلي والزمالك. احنا لو تبص زمان لما كابتن جوهري كان بيلعب 5-3-2 كله بيلعب كده في مصر، كان كله بيلعب ازاي حتى كمان المدير الفني لما اجي اختار اشوف كريم، انا في عندي صغر هنا في ديفندر، كريم بيلعب ديفندر مميز في النادي، راح جاي خلاص عارف هو يلعب في الحته مكانه اللي هو حافظها حافظها صح. انا بقى دلوقتي احنا نيجي نغير في فرقه بتلعب 4-2-3-1 وفي فرقه بتلعب 4-3-3 وبيلعب 4-4-2 والشغل، اجي انا مدير فني لما اجي احطه بس انا في المكان هو مش متعوف بيلعب في النادي في حته مش لاقي لعيب ديفندر، مش لاقي لعيب رقم 6 كلهم تمانيات زي اللي حصل مع قفشه. قفشه كروش خده كان بيلعب مثلا كروش بيلعب 4-3-3 فعايز يلعب مركز 8، راح يلعب مركز 8 ناحيه اليمين او ناحيه الشمال هاف، يعني بيلعب هاف رايت او هاف ليفت. طبعا قفشه كان بيلعب ايه في الاهلي 10 ليميكر. لما لعبه في الحته دي معرفش معرفش يلعب حصل مشكله صح، يبقى ده دي مشكله كبيره جدا صحيح. عشان كده ان احنا نتمنى ان شاء الله يبقى في تعاون، في تعاون جامد جدا صحيح. لسه مكملين هذا الحوار الممتع جدا زي لعبه بالظبط مع الحريف او الكابتن الكبير كابتن عبد الستار صبري بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله الممتع دوما. كابتن عبد الستار صبري مازال مكمل او مستكمل معايا هذه الحلقه الرائعه بوجوده طبعا كابتن كبير كابتن ربنا يخليه. ماتش الاهلي والزمالك قمه كاس مصر، شايف المباراه دي ازاي؟ لا المباراه دي ملهاش مقياس، يعني مباراه
ليها طبع خاص طبعا. يعني فريقين كل دلوقتي يعني مركز وبطوله بالنسبه له يعني حاجه كبيره ماتش الاهلي والزمالك. بس احنا نتكلم على ايه؟ كل واحد ليه سلبيات وكل واحد ليه ايجابيات. نيجي للنادي الاهلي الايجابيات السلبيات بتاعته ان هو خسر ماتش الايه؟ ماتش بيراميدز. ما شفتش في حياتي النادي الاهلي يعني اتكلم بقى بايه؟ ان هو بيخسر ماتشين ورا بعض. ساعة ما ايه ما شفت الدوري ان هو بيخسر ماتشين ورا بعض. هتلاقي في حافز اكتر النادي الاهلي. احنا بنتكلم عن النادي الاهلي دلوقتي. النادي الاهلي هتلاقي في ضغط عليه جامد جدا، الماتش مصيري، الماتش ما ينفعش يبقى يخسر ماتشين ورا بعض، يبقى في تركيز اكتر، في اجابات اكتر، في اهتمام، في يعني شغل بشكل كبير جدا. هتلاقي المدرب سواريز، انا عارف ريكاردو سواريز ده، هتلاقي الكل قاعد مع لعيب لعيب. المشاكل هتلاقي في نظام، في تركيز، في اهتمام، في هتلاقي الامور مختلفه من النادي الاهلي. صحيح. هتلاقي في تحفيز جامد جدا. صحيح. دي في الناحيه الايجابيات. السلبيات النادي الاهلي دلوقتي في مشاكل من ايه؟ من نواحي ايه؟ الدفاع عنده. والحارس المرمى الشناوي برضه مش في الشكل الايه؟ المثالي بتاعه المعتاد. المثالي بتاع اللي احنا عارفينه وبتاع الحاجات دي كلها. طبعا. في هزه، في مشكله. والجون ده يعني هو ده الفرقه كلها يعني. صح. يعتبر هو صح. الاساس لايه؟ بس الكابتن طارق سليمان كان معايا من شويه وقال كلام منطقي جدا، قال ان حاله الفريق دايما بتصب على حارس المرمى. يعني لو الاهلي كويس هتلاقي الحارس كويس، لو الاهلي مش كويس هتلاقي الحارس. ما انا بقول لك الاساس ايه؟ في هزه بتاع الشناوي، عشان كده في مشكله. صحيح. يعني دي السلبيات، في مشاكل كتير قوي. والناحيه الدفاعيه دلوقتي بقى في عدم استقرار. علي معلول في الماتش الاخير، علي معلول من العناصر الاساسيه طبعا النادي الاهلي، هو العنصر المهم وشكل ايجابي للنادي الاهلي، بقى فيه هزه دلوقتي، في مشاكل. صحيح. دي نواحي. نيجي نادي الزمالك. الزمالك الماتش الاخير النواحي الايجابيه بتاعته انه كسب المحله في المحله. ماتش كان مهم جدا للزمالك. طبعا. ماتش ان هو ايه هيخليه رقم ايه يعني ينفرد بالصداره. بالظبط. صحيح. ايه النواحي البدنيه والنواحي المعنويه للعيبه في قمه، يعني حاجه جميله جدا. في القمه طبعا. في انتعاش في نادي الزمالك، في لعيبه وبتاع، في مميزين، في اللعيبه دلوقتي ابتدت ترجع بشكل ايجابي. المصابين يبقى خلاص، يبقى ايه نادي الزمالك مكتمل بشكل ايه كويس قوي. الناحيه السلبيه بقى الناحيه الزمالك، مشكله الزمالك الاستمراريه، ما عندوش استمراريه في ايه؟ في الايه؟ بعد يعني بيلعب لقاء بيكسب، الماتش اللي بعديه ممكن تلاقيه مفيش يعني مستوى تون المستوى. وبيأثر بشكل بيبقى يعني تحس ان نادي الزمالك يعني المفروض يبقى يكمل الاستمراريه بتاعته. صح. بيرجع لورا. صح. اللعيبه لما الزمالك بيكسب بيبقى فيه استهتار اكتر شويه في بس عنده. بس بصراحه الفتره الاخيره الزمالك الاستهتار ده ما تشوفوش. يعني فيريرا كمان مدرب قوي الشخصيه جدا، تحس اللعيبه ملتزمه جدا، ما تحسش انه اللعيبه مثلا عندها تهاون في اي لحظه من اللحظات. انا معاك. ده الفضل يرجع لفيريرا بصراحه، انه مدرب شخصيه قويه جدا. واللعيبه دلوقتي بقى لعيبه نادي الزمالك طول عمرها حاسس ان ايه؟ ان النادي الاهلي بالنسبه لهم مشكله، مش عارفين يكسبوا النادي الاهلي. ده احساس دلوقتي لعيبه الزمالك طول عمرها، حتى لو الزمالك كويس. بحس ان اللي بينزل الماتش ان النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي احسن منه، ان هو ايه؟ حتى لو جاب جون مش مصدق. بيبقى تلاقيه ايه مش يعني عنده عدم الاستقرار، عدم ده كده، مفيش ثقه بشكل كبير جدا. عشان كده الزمالك المفروض الماتش ده بالنسبه له برده فيه اهتمام، بيركز ان هو ما يخسرش المباراه. عشان يقدر يكمل مسيره الدوري. يعني لا مباراه صعبه، الفريقين في تكافؤ. واحنا نبص للماتش، ماتش برتغالي مش ماتش اهلي وزمالك. يعني ده ماتش برتغالي، الاثنين عارفين بعض. صحيح. الاثنين عارفين ايه نظام بعض، نقاط القوه والضعف. بالظبط. الاثنين يعني انت بتقدر تعرف سواريز كويس كمدرب. طبعا. رايك فيه ايه؟ لا مدرب كويس. كان ساعتها هو ماسك فرقه الدرجه الثانيه، بعدين مسك فرقه في الدوري في الترتيب اللي في نص الدوري في البرتغال. طبعا. لا مدرب صاعد، مدرب صارم. يعني ايه؟ ليه شخصيه. عصبي شويه. يعني بيحب هو ايه على طول اللعيب الايه اللي عنده مميز، عنده السرعه، عنده مهاره بشكل كويس. او حتى لو نلاحظ ان قفشه فاق. صح. بشكل كبير. صح. يعني هو بيعتمد ايه؟ ان هو بيحب اللعيب الكوره، ان يمسك الكوره ويعدي بشكل كويس قوي. واحنا شفنا النادي الاهلي في الفتره الاخيره لما مسك ريكاردو سواريز، ابتدى النادي الاهلي ابتدى ايه يلعب كوره على الارض بشكل كويس. بس ايه حته النواحي الهجوميه بقت ايه
مش مبقاش ايجابيه بشكل كبير قوي. يعني الاهلي بيضيع فرص كتير قوي كتير، يعني عدم تضييع الاهداف تبقى اثر طبعا على النادي الاهلي. عشان كده سواريش يعني اكيد في تخصصات، هتبقى في تخصصات من النواحي الهجوميه. عايز اسالك سؤال كنت لسه يعني جالي دلوقتي وانا بختم معاك، يعني لو انت موجود دلوقتي في الدوري المصري بتلعب في الكره المصريه تاخد كام في السنه؟ مش عارف قول يعني تختار كام يعني في الارقام اللي بتدفع كتير دي والله. بس انا ممكن احط رقم انا من عندي، بس يعني اسمع رقمك الاول. انا بتفاوض معاك دلوقتي وعايزك تيجي تلعب معايا في لما انت هتتكلم. طب انت اتكلم في البدايه في الاول الرقم وانا اقول لك. اصل انا لو حطيت رقم هو ايه؟ ما هو دلوقتي الانديه بتعمل ايه؟ بتيجي بس تتفاوض مع لعيب تقول له هندي لك مثلا 10 قروش او 5 قروش، يقول لهم لا انا اخد ايه؟ كذا. يعني ايه بس ايه بيبتدي ايه النادي هو اللي بيتكلم. اصل الرقم اللي انا هحطه بالنسبه للارقام اللي بتدفع دلوقتي فانت هتشتري مني على طول دلوقتي وهتنزل تلعب، فعايز اسمع منك الرقم على ضوء اللي بيحصل دلوقتي. لا يعني انت هتتكلم في 70 مليون 80 مليون في الموسم. في السنه في السنه يعني في الموسم. هو رقم كبير بس حقك يعني يعني بالنسبه للي بيحصل دلوقتي يعني هو حقك. هو يعني رقم ضخم قوي يعني في السنه. يعني تخش لك يعني 70 80 مليون. انا حاسس انك بتتكلم كده بتواضع كمان. لا يعني هو هاخد 70 80 مليون في السنه. لا لا يعني يعني ساعتها انا يعني انا شايف اسعار رهيبه. عندك حق والله، يعني في لعيبه يعني بياخدوا 20 و30 مليون وحاجات كده، فما يعني انا كان نفسي والله كان نفسي، بس انا كنت بهزر معاك يا كابتن عشان معيش 70 جنيه. نورت يا كابتن عبد الستار، دايما مشرف ومنور. بشكرك شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. اشوفكم يا رب على الف خير.